هي المية اللي بنشربها ملوثة؟ وهي السبب في انتشار الأمراض في أسوان؟ إيه اللي بيحصل في محافظة أسوان؟ سؤال بيدور جوا كل شخص مننا، وخاصة بعد تزايد الشائعات على السوشيال ميديا واللي عملت حالة من الرعب والقلق بين المواطنين حول تلوث المياه في محافظة أسوان وانتشار الأمراض والأوبئة. وهنا كان دور الدولة إن هي تطمن المواطنين. الدور كان متمثل في المحافظة ووزارة الصحة، واللي نفوا جميع الأقاويل وقالوا إنها مجرد شائعات وإن تحليل المية جماعها كانت سليمة. وفي الوقت نفسه بتواصل وزارة الصحة والسكان جهودها في متابعة وترصد حالات الإصابة بنزلات معوية واللي انحصلت في منطقتين بأسوان، وجاري الكشف عن ملابسات وأسباب هذه الإصابات. وبعد الرصد بحالات إعياء ونزلات معوية، وجه محافظ أسوان بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير الإسكان بإحضار فرق طبية متخصصة من وزارة الصحة وأخرى فنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتستهدف المرور الميداني على محطات ومرشحات وخطوط مياه الشرب بهذه المنطقة. دور الفريق هو دخول المنازل وأخذ عينات من المية، وكذلك المرور على المستشفيات للتأكيد من وصول الرعاية الصحية لكافة المصابين، وأخذ عينات منهم للتحليل، وكذلك المرور على محطات المياه للتأكيد من مطابقتها للمواصفات الفنية. وأكد محافظ أسوان إن فحص العينات من المحطات والمرشحات والمنازل أثبت إن مياه الشرب سليمة وليست السبب في إصابة هذه الحالات. وأكد محافظ أسوان إن فحص العينات من المحطات والمرشحات والمنازل أثبت إن مياه الشرب سليمة وليست السبب في إصابة هذه الحالات. ولذا سيتم الاستقصاء عن الأسباب الحقيقية لحدوث هذه الحالات، سواء كانت من الفيروسات المرضية أو تناول الأطعمة أو المشروبات، خاصة إن ذلك يحدث بشكل مستمر في فصل الصيف.